الصيام بعد منتصف شعبان لا حرج فيه، وأن ما جاء في المسند والسنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا غير محفوظ، بل هو حديث ضعيف، وإلى هذا ذهب عامة أهل الحديث. وعلى القول بثبوته لو قلنا بأنه ثابت كما قال بذلك الإمام الشافعي وغيره يحمل، لا بد أن يجمع مع الحديث، لأن دلالة هذا الحديث من جهة مفهومه أنه يجوز تقدم رمضان بعد المنتصف بثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام، وهذا بعد النصف من شعبان.